عودة معكم مشاهدينا مع الفقرة الثالثة والأخيرة مع لين سماحة شمالي. لين هي مساعدة اجتماعية متخصصة بعلاج الكوبل. صباح الخير لين. صباح الخير منار. لين، أنت معنا لحتى نحكي عن تأثير الطلاق على الكوبل. مظبوط. بداية خبرينا، إمتى الطلاق بيكون هو حل للمشاكل؟ اوكي، اول شيء بدي احكي شوي عن الكوبل. الكوبل هو عنده هويه خاصه له. نحن وقت نقول كوبل مش معناتها بس الشريك والاخر، في مثل معادله ثالثه اللي بيصير الكوبل اسمها، يلي بتصير هي هويه ثالثه خاصه بهالشخصين. انا بقول الواحد يقدر عن جد يعمل كوبل وياسس كوبل، انا بشبه هيك بقول كانه كل واحد جاي من هالاثنين الشركاء جايين ماسكين شنطه معهم، كل واحد جاي من بيئته، من الادوكاسيون، من التربيه تبعه، من التقاليد، من الامور يلي تعلمها، من نظرته للحياه، كل واحد جاي مع هالشنطه وبده يحطها بقلب هيدا الكوبل. بيفتحوا هالشنط وبصيروا بده يلاقوا الاشياء يلي مشتركه بيناتهم كرمال تا يقدروا يعملوا حقيبه، اذا بدكم يعني شنطه خاصه لهم، خاصه بهويه هيدا الكوبل الجديد. نعم. لانه كثير مهم انه نقدر نلاقي الامور يلي بتقدر تجمع هيدا الكوبل كرمال تا يقدروا يبنوا عليها. انا بشبه كمان الكوبل مثل الولد. الولد بده اهتمام، بده عنايه، بده وقت، بده مكان. كل هالامور كثير مهمه انه تكون موجوده كمان كرمال تا نقدر نغذي هيدا الكوبل ونقدر ننمي هيدا الكوبل، لانه اذا ما كانوا موجودين ممكن الكوبل يموت. نعم. مثلا انا بقول اذا بدنا نحكي عن الوقت والمكان، الوقت يعني معناتها مرات نحن بنقول بنلاقي مثلا دي كوبل بنلاقي انه واحد انا عم بشتغل لعائلتي وانا عم بعمل كل شيء لعائلتي، والام انا عم بطبخ لبيتي وانا عم بعمل كل شيء، بس في الكوبل كمان وين عم تستثمروا بهيدا الكوبل؟ وين الوقت اللي عم بتحطوه كرمال تغذوا هيدا الكوبل؟ مش بس المهم انه يقدروا هن يكونوا على صعيد الشخصي عم بيشتغلوا. يعني الكوبل هو مش بيت. مظبوط. احنا كانه بيت بنعتبر انه مظبوط. البيت هو مثل كيان بينخلق جديد وبدنا نغذيه، دائما دائما بدنا نغذيه وبدنا نلاقي له كمان مكان له، لانه مرات كمان مثل ما بنشوف بالكلينيك في كثير كوبلات عايشين كل واحد ببلد. قد ما كانوا هن عن جد عم بيقدروا يستثمروا وعم بيجربوا يلاقوا وقت يكونوا سوا، بس كمان المكان لما يجمع هالشخصين كمان بيعزز اكثر العلاقه. فممكن كثير اذا ما نوجد كل هالاهتمام انه نقدر نفقد الكوبل. هلا اجمالا بنقول كمان انه مش بس ضروري حب الشريك الاخر، بدي احب الكوبل مثل ما عم بقول يعني تكفي على فكرتي، بدي احب الكوبل كرمال تا اقدر الواحد ينمى فيه تيقدر يلاقي استقرار فيه، تيقدر يلاقي كمان مكان مناسب تيربي عائله، تيجيب اولاد، تياسس، وكمان هو يكون حاسس حاله عم بينمى على صعيد الشخصي وعم بينمى على صعيد العلاقه كمان. فهول الامور كثير اساسيه كرمال تا نقدر ننجح الكوبل. هلا اكيد انا بقول اشخاص، في اشخاص بيوصلوا وبيقرروا يطلقوا، انا بقول انه الطلاق منه حل، الطلاق شيء كثير صعب ومشروع كثير كبير يعني، وفي اشخاص بيفوتوا بهيدا المشروع بيكون اما عن رده فعل اما عن مفكرين انه رح يلاقوا حل لمشكلتهم، بس انا بقول انه مش مزبوط يعني. مرات الطلاق بيكون مثل كانه هروب اذا بدك. فبس اكيد ممكن كثير انه يوصلوا ويلاقوا ونوصل للطلاق اذا اكيد في صار في مثل خلل بقلب هيدي العلاقه. شو قصدي بخلل؟ قصدي لما تكون تصير العلاقه مدمره، لما يكون في عنف، لما تصير هالعلاقه مسممه ان كان للاخر وان كان للعائله وان كان للاولاد، هون ساعتها حل الطلاق ام مشروع الطلاق ممكن ينطرح كحل، اما كمرحله جديده الواحد اما الكوبل يقدر يفوت فيها. يعني هو حل لمشاكل كبيره، مش لحيلا مشاكل بسيطه بين الكوبل. صحيح. او انه اوقات بقلب الكوبل بحسوا انه بطل في حب جمعهم. صحيح. بتروح الباسيون، بتروح ببطل في حب وشغف. هون يعني مش الحل هو الطلاق. هلا في، لانه في ثلاث اشياء هي كمان بتخلي الكوبل يضلوا موجود سوا، مش بس الحب، في كمان المشروع والميسيون كوميون، يعني انا عندي مشروع وعندي هدف انا وشريكي حطيته وبدي استمر فيه، لانه اذا بدنا بس نكتفي بالحب ما
ما فينا دائما نبني على الحب، بس اكيد لازم يكون في الاحترام، لازم يكون في المشروع المشترك بين الشخص، بين الشخصين، بين الشريكين، ولازم كمان يكون في عندهم قيم المشتركه. مثل ما قلنا اول شيء انه لازم يبلشوا يحطوا الامور المشتركه بيناتهم ويقدروا يبنوا عليها تيعملوا هالكوبل وهالعائله ويتوسعوا شوي شوي. مثل ما قلت يعني الطلاق منه الحل الاسهل، حسب خبرتك بالكلينيك شو تأثير الكوبل على العائلة؟ مظبوط انه اول شيء الطلاق مشروع كتير كبير وكتير صعب. هلا اول شيء بدي اقول انه مثل ما الكوبل عطى وقت كرمال تا يعمر ويبني وينمي هالكوبل، كتير مهم كمان يقدر يعطي وقت تينهي هيدا الكوبل. وكتير مرات الاشخاص يلي الشريكين يلي بفوتوا بمشروع الطلاق بينسوا اذا بدك بحطون سوا مشكله الثنائي مع مشاكلهم او دورهم كاهل. انا بحب اقول انه دور الاهل منفصل عن مشاكل الثنائي، واذا الكوبل اما الثنائي مات ووصل للطلاق دور الاهل والعائله ما بتموت. وهيدا اكثر شيء بنبني عليه نحن بالكلينيك، انه نقدر نخلي الاستقرار بهيدا الدور ونقدر نساعدهم يقدروا يبنوا طلاقهم على هيدا الاساس، انه ما ينسوا انه هن اهل مش بس ثنائي. هلا شو بنشوف اكثر شيء بالكلينيك، شو التاثير؟ في ثلاث انواع من الاهل يلي بيصير بالطلاق خلال مرحله الطلاق. في الاهل اول شيء يلي بحسوا كثير بالذنب لانه فاتوا بمشروع الطلاق، بيصيروا حاسين حالهم انه مستعدين يعملوا كل شيء تيحموا اولادهم، كل شيء مسموح، ما في قوانين، ما في اطار، ما في لا. والولد هون بيصير كثير خطر على الولد لانه الولد بيصير يستغل هيدي الظروف. صحيح. وما بيعود، والولد اجمالا بطبيعه التربيه عنده كثير بحاجه لهيدا الاطار وبحاجه لنظام الولد. وقتها تفلت الامور منه اما من الاهل بيصير عنده هالاستعداد للاستغلال لهالظروف، وبيصير عنده اكيد مشاكل على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الاجتماعي ومن من هالنواحي. هلا دونك هيدا اول نوع من الاهل. ثاني نوع من الاهل هن الاهل يلي خلال اما بعد الطلاق بحسوا بينهاروا، عندهم بيصير يعني ما انهم قادرين يتحملوا هيدي المرحله. اللي بيصير هون انه ما بيعودوا قادرين يتحملوا مسؤوليه اولادهم، ما بيعودوا قادرين يتحملوا مسؤوليه حالهم. الولد هون بحس بكثير عدم امان، بحس حاله وكانه هو دوره انه يحمي اهله، وكانه هون بنقول بيصير الولد اهل لاهله، وبصير في انقلاب بالادوار. وهيدي من اخطر انواع ديسفونكسيونمان، يعني خلل بالعائله، لما الولد يصير بده ياخذ دور الاهل، لانه الولد بصير تعبان كل الوقت، بيصير مثل اهتمامه الوحيد هو كيف بده ينقذ امه ام بيه من هيدي المرحله الصعبه، كيف بده يريح اهله، ما بيعود يفكر بحاله، وهون بينضج اكثر بكثير من عمره، اسرع بكثير، ما بيعود يعيش طفولته، وتاثيرها اكيد كثير سلبي على الولد. اخر نوع اهل هن الاهل يلي بيصير بدهم ينتقموا من بعضهم البعض بهالمرحله، بيصيروا بفوتوا بدوامه كراهيه، وبيصيروا بيحتقروا أدوارهم بعضهم البعض، وبيصيروا مثل بيخلقوا نوع تحالف مع الأولاد. شو بيصير هون؟ بيصير حدا من الأهل يشد الولد صوبه، وبيصير يقنعه أنه بقى معي، اترك أمك أم اترك بيك، خليك معي أنا أحسن أنا إتسترا. بيصيروا يستعملوا كلمات وفي أساليب كتير سلبية تستعمل على الولد وضغوطات على الولد كرمال تا يقدر ينقي حدا، كله كرمال تا يحصل حقوقهم هن كأهل، أما كرمال تا ينتقموا من بعضهم. هون الولد كتير تأثيره كمان سلبي على الولد. هون بنحكي عن أخطر أنواع التحالف، بالفرنساوي بنقلها alienation parentale. هيدا التحالف كتير عن جد كتير خطر على الولد، لأنه بصير في تشويه للصورة الحقيقية عن الأهل، بيصير في مرات بيقنعوا الولد انه امك ام بيك تركوك ما بقى بدهم اياك. هيدا كثير بنشوفه بمجتمعنا. نعم للاسف. ايه عن جد للاسف. بيصيروا يقنعوا الولد كمان انه امك ما بتعرف تهتم فيك، امك كذا، وبيصير الولد شو بيصير بهالمرحله؟ بده يتكمش بحدا لانه بحاجه لحمايه، بحاجه لامان. بيصير يصدق مع انه هي بتكون كذبه وهو بيكون بيعرف انه كذبه، بس مضطر يصدق. بس عايش فيها. عايش فيها ومضطر يصدق لانه بحاجه انه يكون مع حدا من الاهل، خايف
يقول لا اما يرفض ام ينتفض كرمال ما يخسرهم اثنيناتهم. بنقي الاقوى هون 100% بنقي ام الاقوى ام بنقي الاهل يلي عم بيعمل ضغط عليه اكثر اما عم بيستعمل وسائل مغريه اكثر تجاهه. نعم. وعن جد الولد هون بيتحطم وتاثيره كثير سلبي على مستقبله وعلى حاضره اكيد كمان. لين قد ايه اوقات الاهل كمان بيحسوا او هو الولد لحاله بحس بذنب لما يكون في يصير في طلاق بيفكر انه هو مزبوط. السبب قد ايه بيحمل حاله مسؤوليه؟ كثير بيحمل حاله مسؤوليه وخصوصا لما يحسهم تعبوا لما يحسهم انه بمحل معين مثل ما قلنا يعني مثل ما شفناهم بثلاث انواع الاهل الولد بيصير حاسس حاله كانه مسؤول يعمل شيء بهيدا بهالمرحله مسؤول انه يقدر ياخذ مبادره تيلاقي حلول وهون بيصير يحس انه وخصوصا لما يفوتون بدوامة التحالف وبدوامة الكراهية يلي بعضهم البعض لانه بيصيروا يقولوا انا امك مثلا ما ربتك مزبوط اما عملت لك اما كذا اما انت من وراك لانك سقطت مرات كثير بيحملوا الولد ذنب ومدمرة مدمرة وعن جد مسممة لمستقبل وشخصية الولد. صح فعلا. لين شو هن النصائح يلي بتقدميهم لكوبل عم بيفكر بالطلاق؟ اوكي هلا اول شيء بدي اقول انه مشروع الطلاق بده كثير نضوج لانه مشروع كثير صعب وفي كثير تقلبات وفيه كثير الم وفيه كثير يعني طلعات ونزلات في اشخاص بفوتوا بيكونوا بيقرروا ما يطلقوا بس بيكونوا عايشين مدمرين بيكونوا عايشين محطمين بيكونوا حاسين انه هيدا قدرهم ما فيهم يعملوا شيء انا مش قادر على مشروع الطلاق اما الاشخاص يلي فاتوا بالدجابه مشروع الطلاق وقالوا انا بدي اطلق لانه مرات بتصير عن عناد يعني مرات الواحد بيصير يقول خلص انا اخذت القرار وبدي نفذه بدي اقول انه بلا في حل مرات بالعلاج بالكلينيك يلي بيصير انه وقت يقدروا يشوفوا الامور بغير منظار ويقدروا يشوفوا انه في امور بعد ما فكروا فيها ويقدروا يشوفوا انه في امور بعدها موجوده ما فقدت وبعد في امور مشتركه فينا نستند عليها ممكن كثير الكوبل انه يقدر يرجع يغير رايهم بالطلاق لانه نحن انا بقول يعني انه بالنهايه مزبوط هن ثنائي بس هن عملوا هيدي العائله وعندهم مسؤوليه هيدي العائله لازم يعطوا على القليله شانس كذا شانس تيشوفوا لانه اكيد فيها كونسيكونس وفيها خراب على عده نواحي الطلاق يعني بس كثير مهم انه يقدروا يعطوا وقت لحالهم ويقدروا عن جد يفكروا مزبوط بالامور الايجابيه والسلبيه تبع الطلاق قبل ما ينفذوا هيدا المشروع لانه خلال تنفيذ المشروع الطلاق كثير كثير كمان صعب على الولد هيدا اول شغله انا بقول انه كثير مهم انه يقدروا يتساعدوا يطلبوا مساعده لانه ممكن يقدروا يلاقوا في امور ما اشتغلوا عليها مزبوط اللي هل في نضوج عنا بالوطن العربي او بلبنان نحكي عن لبنان هل في عنا نضوج هل في ناس عم تلجا للعلاج علاج الثنائي لكن عم بتبلش تصير اكثر بالمونتاليتي تبع اللبنانيه بس اللي بيشفع فينا نحن انه بعد عنا قيم يعني بعد في قيمه العيله عم بيخدوها بعين الاعتبار يعني نعم. بعضهم بيفكروا انه نحن عنا اولاد نحن مسؤولين عن هالولاد خلينا نجرب نحل بس في اشخاص ما بيعرفوا انه صار في علاج للكوبل اما بيفكروا العلاج للكوبل شيء كثير شيء بخوف اما انا بدي اوصل واحكي مع هذا الشخص بالنهايه هو العلاج هو كانه شخص ثالث عم بيفوت بهيدي المعادله كرمال يقدر يرجع يطلع الامور الحلوه يلي بعد ما انفقدت كرمال يتساعدوا هنا يقدروا يرجعوا يشوفوها يعني مرات حدا من برا بيقدر يشوف اكثر من لانه شخصين الشريكين لما يكونوا بقلب المشكله ما بيعودوا قادرين يشوفوا الامور الحلوه بيصيروا مركزين بس على الامور السلبيه نعم. دونك هيدي شغله هلا انا كمان بحب اقول انه الغنى بالعلاقه هي بالاختلافات يعني مش بس اذا في اختلاف معناتها نحن مش صالحين لبعض معقول كثير مرات هالاختلاف يعمل غنى بهيدا الكوبل وبهيدا العيله بهالعيله وشغلة تانية إنه مرات الصراعات المشاكل بين الكوبل كمان بتنمي يعني مثل دقات القلب يعني في طلعات ونزلات يعني أنا دايما بقول إنه بهالطلعات وبهالنزلات ما ننسى إنه بعد في طلعات مرات في أشخاص بيخافوا بهالنزلات بيستسلموا بيحسوا إنه لا النزلة
طولت كتير مش قادرين بقى نطلع من هالنزلة القوية. بس أنا بقول إنه لا، في بعد أمل، دايما نطول بينا، يعني الوقت كفيل عن جد يحل كتير أمور. نعم. هيدي كتير مهمة أنا بحب أقولها دايما. هلأ لما نوصل ونلاقي إنه عن جد هيدا الكوب المدمر وعن جد على حافة الموت، يعني مرات في كوبليت بعدهم بيجوا على الكلينيك بيكونوا خلص يعني صاروا على حافة الموت، كتير مهم إنه نقدر نحول هالانكسار لانتصار، وتكون عملية تفكيك مش تدمير. لأنه إذا كان الطلاق، إذا كان الزواج والكوبل ما نجح، أقل شيء أنه الطلاق ينجح ونقدر نتكمش بهذا دور الأهل، ونذكر دايما أنه أنتوا يمكن ما اتفقتوا كثنائي، بس أنتوا أهل، دور الأهل عندكم ما بيموت لو شو ما صار، دوركم كأهل بيرجع بينشغل عليه أكثر شيء عن كلينيك وبيتعزز، وعنا بكود اكزرسيس بنشتغل عليهم كرمال نقدر نساعدهم يرجعوا يتذكروا هالأشياء الإيجابية كأهل هن عندهم إياها. هلا دونك مثل ما قلت إنه تقدر تكون انتصار مش انكسار، وأكيد في عندها كثير مراحل، يعني خلال الثيرابي كمان بتنشغل. من الاكزرسيسات اللي بنعملهم كمان مع الكوبليت كمان يقدروا يتذكروا اهميه ادوار، اهميه دورهم كاهل، لانه شو بيصير هون؟ بيصيروا عندهم صراع، انا ما عندي ثقه بجوزي لانه ما بحسه بي صالح، انا ما عندي ثقه بمرتي لانه ما بحسها ام صالحه. باكزرسيسات معينه كثير حلوه ومهمه بيقدروا يرجعوا يتذكروا الامور بطريقه اذا بدك اكيد ايجابيه وبطريقه اوبجكتيف، يعني يقدروا يظهروا من المشاكل ويشوفون، يشوفوا الآخر على حقيقته والإنجازات يلي قدر عملها، وهون بيصير في مثل تفاهم، يعني بيرجع منقدر نبني، نرجع إذا بدك نعقد هيدا العقد يلي كدورهم كأهل كرمال نبني عليه الطلاق كمان. نعم. الأولاد بيجوا على الكلينيك مثلا لما يكون بده يصير في طلاق، هل انتم بتساعدوا الاولاد كمان؟ هلا اكيد في دي سيونس دو ميدياسيون بتنعمل. هلا بلبنان بعد كثير قليل الكوبليت يلي بيطلبوا هيدا الشيء اجمالا، بحسوا انه لا الولد مش دوره هون، نحن بدنا نقول لهم. بس كثير مهم انه اكيد الاولاد يكونوا موجودين كرمال يقدروا، مش اكيد مش بكل السيانسات، بس كرمال يقدروا يفهموا شو عم بيصير، يقدروا يواكبوا ويقدروا يشوفوا الاشياء البوزيتيف يلي بقيت كاهل، ويقدروا يشوفوا انه امهم وبيهم بعدهم متصالحين كام وبي، يمكن ما اتفقوا كرجال ومراه بس كام وبي بعدهم منيح وبعدهم رح يحبون لو شو ما صار. هيدي كثير مهمه توصل للولد اكيد. يعني ممكن انه الطلاق ينجح؟ هلا في ثلاث اشياء كثير مهمه كرمال الطلاق ينجح. اول شيء لازم يكون في يكونوا شركاء بهيدا، اول شيء مثل ما قلنا لازم يكون في نضوج ماتوريتي تيقدروا يفوتوا بهيدا المشروع، لازم يكونوا شركاء كمان بهيدا المشروع، اثنيناتهم لازم يكونوا متفقين على هيدا المشروع كرمال ما يكون في حرب، لانه اذا واحد اخذ القرار والاخر منه مقتنع ممكن يفتح حرب على الاخر، وإذا اثنين كانوا متفقين ممكن الأمور تكون أسلس وأهين بعملية الطلاق. تاني شغلة هي أنه الطلاق بيقطع بمراحل حداد، يعني بيقطع بعدة مراحل قبل ما يوصل ويتقبل الطلاق الشخص. بيقطع أول شيء بالنكران، يعني يمكن الآخر يحس حاله لا أنه أنا مش معقول كيف وصلنا لهون، ما معقول بعد فينا نصلح بعد. ممكن يوصل بعدين لمرحلة غضب، نقمة، وجع، كل هالامور تيوصل لبعدين لاخر شيء لمرحله التقبل. واجمالا الشريكين بيكون كثير مهم يسندوا بعضهم بهالمراحل، مش يكسروا ببعضهم، يعني شفت انه يعني اذا هن عن جد مقتنعين بمشروع الطلاق يقدروا يكونوا عم بيتساعدوا بهالمراحل اللي عم بيقطعوا فيها كرمال ما كمان يرجعوا يتعبوا زياده، لانه مثل ما قلنا مشروع الطلاق شيء كثير مؤلم، كثير كثير مؤلم، ومرحلة جديدة بحياة كل شخص يعني. وإذا ما قدروا عملوها مظبوط هيدا المراحل وقطعوا فيهم مظبوط، بيصير عندهم صعوبة حتى بمستقبلهم أنه يقدروا يكفوا حياتهم بطريقة سليمة. وآخر شغلة مهمة كتير كرمال ينجح الطلاق هو الوقت. مثل ما قلنا الوقت كتير مهم، هو كفيل أنه يقدر يخفف الوجع، يقدر يساعد الآخر يتقبل المرحلة.
يقدر يساعد الولاد كمان يتفهموا شو عم بيصير. فأنا بنصح يعني الشريكين أنه ياخدوا وقتهم دايماً يحسوا أنه هل درسنا مظبوط الامباكت يعني التأثير الإيجابي والسلبي، شو راح يصير بالولاد، شو راح يصير فينا، يعني يكونوا درسينا مظبوط قبل ما يفوتوا بهذا المشروع، ياخدوا وقتهم الكافي قبل ما ياخدوا القرار يلي بيشوفوه مناسب لهم. نعم لين، في ناس بتجي لعندكم على الكلينيك لحتى تعيد النظر بزواجها وبيكون مفكره بالطلاق وبيرجعوا عن قرارهم؟ في كثير بتصير في كثير، وخصوصا برجع بقول لك نحن بلبنان يلي بيشفع فينا اول شيء القيم يلي ربينا عليها. مظبوط انه هلا بنسمع كثير انه في طلاق بلبنان، بس بعد في اشخاص كثير متكمشين بقيمهم وكيف ربيوا وكيف اهلهم قدروا قطعوا بالمعاناة بحياتهم بس قدروا صمدوا مع بعضهم. بس الفرق بين الماضي وهلا انه مش ضروري الواحد يعيش هالمعاناة، في الواحد يجي يرتاح ويلاقي حل لهالمعاناة تيقدر يعيش بطريقة سليمة، لانه اذا ما عايش بالكوبل بطريقة سليمة بيقدر يتدمر كل حياته. نعم. واكيد هذا بيأثر على دوره كأهل وبيأثر على دوره بالمجتمع وعلى كمان اكيد على نموه هو الشخصي. يعني لو الطلاق هو حل صعب والبروسيس تبعه كتير صعب مثل ما عم بتقول، يعني بيقطع الواحد بفترة حداد وغضب وحزن وكل هيدا، على قد ما هو صعب على قد ما لما بيكون في حالات صعبة كتير مثل ما عم تقولي بيعيشوا بدمار كل حياته. صحيح. وأوقات بيكون هو للأسف الحل. للأسف مظبوط الحل، بس هون المهم انه يكون في وعي ونضوج عند الاهل عند صحيح الثنائي لحتى يتعاملوا مع اولادهم. اهم شيء الاولاد هون يمكن في يعني عم نشوف لانه اولاد كمان بتوصل، انت كمان مع خبرتك بام نور، يعني في اولاد بتوصل للمخدرات ولقصص كثير صعبه يمكن من وراء طريقه اهلهم كيف تعاملوا معهم، كيف طلاقهم، كيف اعطوهم اللي بدهم اياه مثل ما عم بتقولي، لانه بصير في ابيوزنج. صحيح صحيح، بصير في يعني لسوء الحظ انه هلا اكيد مش كل المشاكل اللي خاصه مرتبطه بالادمان هي مرتبطه بمشاكل بالثنائي. نعم. بس اذا بدنا نقول انه الاولاد اما الشباب اما الصبايا يلي وصلوا للادمان لانه عندهم مشاكل، لانه اهلهم كان عندهم مشاكل ام وصلوا للطلاق، اكيد كمان هيدا الشيء بياثر كثير. يعني في كثير عالم بيقتنعوا انه نحن بنقول يعني انه مرات ممكن الطلاق يكون أريح للولد. نعم. إذا في عنف مثل ما قلنا، إذا في تدمير وتحطيم، وإذا في مشاكل إدمان والآخر ما بده ينحل، لأنه كمان ممكن نلاقي إدمان بالثنائي مثل ما حكينا مرة. نعم. بس أكيد تأثيره على الولد ممكن كتير يكون سلبي. وفي ولاد كمان عندهم محصنين بشخصيتهم، يمكن الثنائي ما مش الحال، بس يمكن الأم كانت عم تلعب دور كتير إيجابي مع هالولاد، أما البي بالرغم من المشاكل يلي عم بتصير معه بالثنائي لعب دور كتير ايجابي مع اولاده، قدر حصنهم وعلمهم انه يقدروا يحموا حالهم من الصعوبات اللي بيقطعوا فيهم، وعلمهم كيف علموهم كاهل انه يقدروا يتخطوا المراحل الصعبه بحياتهم. ممكن يعني اوكي يمكن هيدي قليله ورار ان نشوفها، بس في كمان كتير اولاد بيقدروا ينجحوا كمان بهيدا المشروع وما يتحطموا كومبليتمون، بس اكيد كبورسنتاج انه التأثير السلبي على الولد من وراء الطلاق أكثر بكثير من شوفه. نعم. لسوء الحظ. لينا سميحة شمالي أنا بشكرك كثير على هالموضوع المهم فعلا. ثانك يو إليك. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بشوفكم الأسبوع الجاي. باي باي.